أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. تقرأ في موقع الهيانات: ارتفاع حصيلة تفجير مدينة الصدر إلى 7 أشخاص بين قتيل وجريح. وفي المدى: البصريون يشترون ماء الشرب بالدولار. ونطالع في كتابات بغداد: حالة 10 من السفراء والمسؤولين الكبار في وزارة الخارجية للتقاعد. ونقرأ في الجزيرة: أن أردوغان يرد على ترامب بسلاح المقاطعة. جاء في العربي الجديد: إدلب عملية مشتركة تستهدف النصر خلال 2 شهر بلا اجتياح. وفي القدس العربي: جاء تحت عنوان ارتفاع حصيلة قتل انهيار جسر في إيطاليا إلى 31 شخصا. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة: أردوغان يعد العبادي بمراعاة حصة العراق في دجلة والفرات. أهلا بكم. مما هو راسخ لدى العقلاء أن الحل لا يمكنه أن يتصف بما يتبادر إليه الذهن بخلاص العراق من معاناته وبلوغ الأهداف البناءة التي يبتغيها من يحرص على ذلك بإخلاص، إلا أن يكون عاما شموليا ينطلق من تشخيص دقيق وتوصيف يحيط بأساس المشكلة ليشمل واقعها بكل أبعاده وتداعياتها على كافة اتجاهاتها. هذه النقطة هي نقطة مهمة، حيث أسست هيئة علماء المسلمين في العراق مشروعها في وقت مبكر بعد الاحتلال، وسلكت في سبيل تطبيقه كل الطرق المشروعة والمتاحة، لكنها وجدت نفسها وحيدة في الميدان مع بعض الجهات الساندة والمؤازرة لها، وهي تنادي بدعم المقاومة وتحارب من أجل دفع الشبهات والمغالطات التي وجهت صوبها، فلم تجد من الآذان الصاغية ما يكفي ليكون مشروعها منطلق حل مشكلة العراق، رغم أنها استمرت عليه لسنوات بثبات وإصرار لم تحظى بهما جهة أخرى كما هي حظيت بها، بحسب الكاتب جهاد أو جاهد بشير في مقال بصحيفة البصائر. في حقبة الاحتلال، حيث تزاحمت الأحداث وتنوعت ومرت على العراق سنوات عجاف أكلت أخضر البلاد ويابسها، كانت الهيئة تحث الخطى نحو بلوغ المقصد وتحقيق الغاية رغم تعدد جبهات عملها في ميادين شتى، فأخذت تستقطب القوى الرافضة للاحتلال والمناهضة للعملية السياسية، وتعاملت مع كل من تظهر عليه بوادر الصدق في العمل من أجل تحرير البلاد وتخليصها مما أصابها من بغي وعدوان أفضى إلى دمار وخراب على كافة الصعد، حتى أصبحت منهجيتها مثابة حسنة للعديد من الجهات والحركات التي نشأت في ميادين أخرى غير العراق، كالمشهد السوري الذي كثرت فيه شهادات الثناء بحق الهيئة ومشروعها الموحد وفكرها الجمعي. وحينما بدأت الفرصة مناسبة بعد أحداث الربيع العربي، أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق منتصف شهر آب أغسطس 2015 مشروع العراق الجامع لإنقاذ العراق والمنطقة، تلك المبادرة التي تضمنت أسساً ووسائل ومنهجيات عملية وممكنة ميدانياً لانعتاق البلاد من تسلط القوى الغربية وسطوة المشاريع الاحتلالية وفق مراحل درست بعناية تنسجم مع واقع الحال الذي يغشى الإقليم. ويضيف الكاتب: العراق الجامع كانت بحق وما تزال مشروعاً مؤهلا للنجاح استراتيجيا ويعود بالنفع حقيقة على جميع أنظمة وشعوب المنطقة، فهي تؤسس لمنظومة بناءة تكفل لدول المنطقة والعراق في مقدمتها الانتقال من طور المعاناة والشكاية من الألم إلى مرحلة
التضمير الجراحي والنهوض والانطلاق في مسار البناء والتغيير. فإذا كانت الأنظمة ودوائر صنع القرار أمام مسؤولية تاريخية لتغيير الأوضاع وإصلاح خللها، فإنه ليس أمام العراقيين خاصة وشعوب المنطقة عامة في هذا الصدد إلا أن تتقلد دورها وتأخذ بزمام المبادرة. القرار الإيراني اتجه أو يتجه إلى الاختيار الثاني في دفع العراق كلياً إلى أحضان الميليشيات التابعة لها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في مواجهة العقوبات، وتلك إرادة تتزاحم فيها المحاور الدولية ولا تمثل بالضرورة إرادة كلية للنظام في طهران، إذا ما قارنا بين الإمكانات الفعلية في إيران وتجربتها على عدم تقدير مخاطر التهديدات لممرات تجارة النفط العالمية أو تصعيدها المتعلق بتطوير برنامج صواريخها البالستية أو برنامجها النووي حتى، أو مطالبتها الاتحاد الأوروبي بعدم الاستجابة للعقوبات بحسب الكاتب حامد الجيلاني في مقال بصحيفة العرب اللندنية. إيران بعد العقوبات إما أنها ستسحب العراق إليها لتناور به في تدعيم اقتصادها وسد الثغرات في ردات فعل المواطن الإيراني، أو ستدفع بالعراق إلى هوية مواجهات دموية وزعزعة بقايا استقراره ووحدته لتصنع منه ساعي بريد سريع التوصيل برسائل تهديد ترتقي إلى الإرهاب، تأكيدا منها على مخاطر الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في تحذير تضعه على طاولة دول الاتحاد الأوروبي، ومنها الدول الموقعة على الاتفاق لحثها على الإبقاء عليه وخرق العقوبات مستغلة الحرب الضريبية والتجارية، وكذلك التلويح الجاد بإعادة تنشيط مفاعلاتها النووية مع إطلاق خبر تجهيز إيران باليورانيوم المخصب من روسيا في إشارة لتسريع إنتاج أجهزة الطرد المركزي. يبدو أننا نتجه بعجالة إلى مرحلة طوارئ إيرانية قصوى في العراق، ظواهرها استنفار الأحزاب والميليشيات الطائفية ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي لإعلانه التزام العراق بالعقوبات رغم تعاطفه مع إيران، وتعجيله بتحديد موعد فوري لزيارة طهران لتداول القضايا الاقتصادية. الميليشيات في العراق تلاطمت أمواج مشاعرها وفاضت على منصات الخطابة والإعلام حتى أنها صدحت بما يتعدى بالروح بالدم نفديك يا إيران. ماذا يعني وجود ممثل دائم للخامنئي في العراق من رجال الدين، فضلاً عن إصداره بياناً من داخل العراق يشكر فيه كل عملاء الاحتلال الإيراني ويستكثر على حيدر العبادي حتى خائنة الأعين في تعامله مع العقوبات بصفته رئيس وزراء للعراق، رغم أن العبادي وحزب الدعوة والأحزاب الطائفية وغالبية من شارك بعملية المحتل السياسية طالما خانوا من أجل المرشد وولاية الفقيه بلادهم ووطنهم الأم. البصرة مدينة كل ما فيها يشترى بالمال بما فيها الهواء، نعم الهواء البارد نشتريه والماء الحلو أيضا نشتريه والكهرباء نشتريها، نحن في البصرة نشتري كل شيء، ولا أقول وقود مولد الكهرباء ولا جهاز تحلية الماء بفلاتره الملحية، لكنني أقول حياتنا وحياة أولادنا وأحفادنا تشترى وتفتدى بالمال بحسب الكاتب البصراوي طالب عبد العزيز في مقال له عن انعدام الخدمات في البصرة نشرته صحيفة المدى. يتوجب على الذي يبني بيتا جديدا شراء الماء العذب مثلما يتوجب ذلك على أصحاب مصانع الطابوق الإسمنتي، لأن ماءنا في البيوت لم يعد صالحا لغسل السيارات بل ولا يصلح للوضوء، يقول الفقهاء فيه من التراكيز مانع، وتذهب حكومتنا إلى بناء محطة تحلية مياه كبيرة من أجل توفير الكمية الكافية من الماء في حقل آبار النفط. معلوم أن الماء المالح يشكل خطرا في عملية حقل الآبار النفطية أيضا، وأن المحطة هذه ستكلف ملايين الدولارات، وإلا توقفت أعمال الحفر والاستصلاح، ويتحدثون عن نسب أملاح عالية جدا قرب محطتي الكهرباء في النجيبية والهريثة،
وأن المحطتين مهددتان بالتوقف بسبب ارتفاع نسب الأملاح في الماء المستخدم في عملها، بما يعني أن حجم كارثة العيش في البصرة تتفاقم، والمواطن يدفع ثمن وجوده حياً وميتاً. ويختتم الكاتب بالقول: وكأن لسان الحكومة في بغداد يقول للبصريين لا طحين، فأين تفرون؟ ليس هنالك من يختلف على فشل الحكومة والبرلمان على مدى 15 سنة الماضية في تأمين أبسط متطلبات الإنسان في الحياة الكريمة والعيش الرغيد، وفي مقدمتها ما وعد به الدستور من حياة حرة كريمة وآمنة ومستقرة، ولن يتحقق ذلك بدون سكن لكل أسرة لا سيما الأسر الفقيرة منها. وللأسف لم يحدث ذلك بحسب الكاتب هاشم حسن التميمي في مقالنا عن أزمة السكن في العراق نشرته صحيفة الزمان. إن غياب سياسة حقيقية وعلمية للإسكان في المدن أدى إلى حرمان الملايين من المساكن وانخفض مستواهم المعيشي تحت خط الفقر، لتخصيص الجزء الأكبر من الراتب والأجر الشهري لإيجار وحدة سكنية، وما يتبقى من فتات الراتب المتواضع لا يكفي لتأمين الحد الأدنى من الحياة الأدمية مقابل حياة مترفة لمن سرق السلطة أو جمع الثروة. بغياب القانون واحتراف الفساد، واضطر البعض للاستيلاء على الأراضي العامة المملوكة للدولة وشيد عليها مساكن بائسة، واتسع الأمر وظهرت عندنا مدن عشوائية في بغداد والمحافظات هي الأكبر في الشرق الأوسط. سكرت عنها الحكومة اعترافا لفشلها في توفير السكن، واستخدمتها الأحزاب وسيلة في الابتزاز والترويج الانتخابي، وما زالت هذه المدن بدون خدمات، ويعيش أصحابها في قلق دائم للشعور بأنهم يسكنون على قطع أرض مغتصبة قد تسترجعها الحكومة بالقوة، أسيما أن هذه المدن أصبحت بؤرة للمشاكل الاجتماعية وللبؤس الإنساني وتشويه للتخطيط العمراني للمدن. باختصار، المطلوب خطة وحملة وطنية شاملة لبناء المساكن بطراز معماري جميل وبكلف زهيدة وإيجاد آليات عادلة في التوزيع، تكون الأولوية فيها للأرامل والأيتام ومحدودي الدخل لكي تختفي بالتدريج تلك العشوائيات إلى الأبد. مهمة موسكو المستحيلة في سوريا تحت هذا العنوان كتب برهان غليون مقالا له في صحيفة العربي الجديد، يقول فيها: يحدث أن يزور سوريون أو أجانب دمشق فيرون أمامهم سيارات تسير ومارة يتحادثون ويضحكون، ومحلات عامرة بالخضار أو الفواكه، فيعودون إلى بلدانهم ويقولون أن الأمور على ما يرام وقد انتهت الحرب وحل السلام. هذا ما يحاول الوزير الروسي سيرجي لافروف أن يقنع به أيضا الدول الصناعية، وهي المستودع الأكبر للأموال والرأسمالية الباحثة عن استثمارات وعقود وصفقات، حتى تنخرط معه في عملية إعادة الإعمار التي يطمح من خلالها الحصول على الموارد اللازمة لتسيير نظام الأسد المنهار. أول هذه التحديات التي تكاد تصبح مستحيلة الحل دمار الآلة الإنتاجية الصناعية والزراعية والتجارية معا، وما يعنيه ذلك من فقدان آلاف فرص العمل واستحالة إحداث الجديد منها، وذوبان الأجور والموارد، حتى لم يبقى في الاقتصاد قطاع مزدهر سوى اقتصاد الغزو القائم على التعفيش وفرض الخاوة وسرقة موارد الدولة وتفكيك البنى التحتية ونهبها من قادة النظام وميليشيات دفاعه وحماته أنفسهم. وثاني، زوال المجتمع من حيث أنه عضوية حية ومتفاعلة، وانقسامه إلى قطائع داخل المدينة الواحدة بين موالين ومعارضين لا يجمع بينهم سوى الحقد والكراهية وإرادة الانتقام، مع اعتقاد الموالين أو القسم الأكبر منهم أن كل ما يملكه خصومهم أو معارضوهم هو غنيمة شرعية لهم وتعويض محدود عن التضحيات التي قدموها لبقاء الأسد والنظام، ولا يترددون عندما تسنح الفرصة في تجريد الناس من أملاكهم ومواردهم، كما أن تأجيج الانقسامات الطائفية والمذهبية وتأليب الطوائف المختلفة أو القوميات المتعايشة
بعضها على بعض، أدى إلى تكوين مجتمعات محلية منطوية على نفسها تعيش خائفة بعضها من بعض، وإلى إجبار الأفراد على الالتحاق بطوائفهم وعصبياتهم الأهلية بحثا عن الحد الأدنى من الحماية والتضامن الإنساني. ويضيف الكاتب: لن ينجح الروس ولا غيرهم مهما فعلوا في إنقاذ نظام لا يصلح وغير قابل للإصلاح. عن خيارات تركيا الصعبة كتب مدى الفاتح مقالا نشرته صحيفة القدس العربي، يقول فيه: الجمهورية التركية تبدو حاليا مثالا مناسبا لتحدي الخيارات الصعبة، فهذه الدولة التي قامت من جديد بعد سبات طويل تجد نفسها اليوم أمام مفترق طرق. التحدي الأكبر الذي يواجه تركيا اليوم هو المتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة والغرب عموما. بالنسبة للأتراك فإن المطلوب هو إعادة تعريف هذه العلاقة بما يجعلها علاقة تقوم على الشراكة المتساوية التي تخدم مصالح الجميع، مقال الرئيس أردوغان الأخير. لكن على ما يبدو فإن الشريك الغربي ما يزال يفضل أن تكون العلاقة علاقة تبعية لا يفعل فيها التابع سوى تنفيذ ما هو مطلوب منه، حتى إن كان يتعارض مع مصلحته أو يهدد أمنه. بالمقابل فإن خيار الانسحاب من المنظومة الغربية والانحياز للمعسكر المناوئ لا يخلو من مخاطر، وأكاد يتفق المعنيون على أن تعريض العلاقة مع الولايات المتحدة أو حلف النيتو للقطيع يبدو أقرب لعملية انتحارية من كونه بديلا استراتيجيا، وهو الأمر الذي تعزز خلال الأسابيع الماضية حيث رأى الجميع كيف تسببت تغريدة مقتضبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيها العلاقة مع تركيا بغير الجيدة، معلنا رفع الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم في تراجع مفاجئ وغير مسبوق في سعر صرف الليرة التركية. الانفتاح وتوسيع الخيارات الاستراتيجية كان من العوامل المهمة التي أدت لنهضة تركيا التي كانت لعقود رهن التحالفات الغربية. اليوم تواصل تركيا ذلك الانفتاح الذي يضايق أعدائها وحلفائها الغربيين المفترضين على حد سواء. يزعم بعض الساسة الغربيين أن تركيا تتعامل مع المنافسين والأعداء، ويقصدون بالتحديد روسيا والصين، إلا أن ذلك الادعاء غير صحيح وغير موضوعي إطلاقا، حيث إن علاقة هذين البلدين التجارية والصناعية بالغرب لم تتوقف، بل وصلت مرحلة باتت محاولات الحد منها مستحيلة. في الوقت ذاته فإن محاولات الحجر على الخيارات الاقتصادية التركية وتحديد الشركاء نيابة عن الأتراك تبدو غير مقبولة من ناحية السيادة الوطنية، ليس فقط بالنسبة لدولة متعظمة مثل تركيا، ولكن حتى بالنسبة للدول الإفريقية الصغيرة. بعيداً عن السياسة، كشفت دراسة جديدة عن أن الأبخرة المتصاعدة من أجهزة التدخين السجائر الإلكترونية قد تحفز إنتاج مواد كيميائية مسببة للالتهاب في الرئتين، كما تعطل في الوقت نفسه دفاعات مهمة في الخلايا ضد الالتهابات. وذكر التقرير المنشور في دورية ثوراكس أن الباحثين اكتشفوا عبر سلسلة تجارب مختبرية أن أبخرة أجهزة التدخين الإلكترونية تضعف نشاط خلايا مسؤولة عادة عن التخلص من مسببات الحساسية والبكتيريا وغيرها من الجزيئيات التي تصل إلى الرئة. أشار الباحثون إلى أن تعرض الخلايا في المختبر لأبخرة أجهزة التدخين الإلكترونية تسبب في كثير من الأحيان من التغييرات المماثلة لتلك التي تطرأ على خلايا الرئة المسؤولة عن مكافحة البكتيريا ومسببات الحساسية لدى المدخنين ومرضى الانسداد الرئوي المزمن. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.